الله الرحمن الرحيم. الحاسب العام ديال النادي الرياضي عام الدروة يعني في هذه الاجواء ديال التدريب كاين الوليدات الفكريين وكما كتشوفوا في هذه الجائحه اللي كاينه ديال الكورونا. النادي الرياضي عام الدروة كياخذ جميع الاحترازات وجميع يعني الاجواء الاشياء كما كنقولوا الوقائيه للوليدات من تعقيم ومن تباعد ومن سميتو هذا قياس الحراره للوليدات. يعني كنحاولوا على اننا نكونوا كما كنقولوا في المستوى يعني ونطبقوا جميع الحوايج كما كنقولوا جميع الاجراءات اللي جات بها يعني السلطات وزاره الداخليه ولا وزاره الصحه. وكنتمنى يبعدنا هذا الوباء يا رب ان شاء الله باذن الله، والله كما نقولوا الله يشافي اي مريض ويبعد الوباء على جميع المسلمين والوليدات ديالنا وجميع الفرق الرياضيه اللي يعني كتشتغل واحد الشغل اللي كبير من اجل يعني تخلي الوليدات يكونوا في مأمن على هذا الوباء هذا يا رب. كنوجه رساله ديالي للاباء، لان الاباء اولياء يعني اللاعبين ديال النادي الرياضي امل الدروة من جميع الفئات ديالهم من 50 حتى يعني حتى 19 عام، على انهم يعاونونا وتا هما انهم يوعوا وليداتهم بهذا المرض هذا اللي كاين، وعلى انه راه خطير، وعلى ان الدوله يعني مجنده على هذا الشيء. الدوله راه دايره يعني دايره داك الشيء اللي عليها، وكيبقى دابا يعني كما كنقولوا الشعب، وحنا راه من الشعب يعني حتى حنا خص من بيناتهم الاباء انهم خصهم يوعوا وليداتهم وانهم يحثوا على وليداتهم على انهم يكونوا يعني منضبطين جميع التعليمات اللي كتعطاو من جهه الجمعيه باش ما يقيسهم ان شاء الله باذن الله حتى حاجه ان شاء الله. شكرا سعيد.